هو مالك. يعني مهما أي رجل رئيس نادي ما يبغى خسارة. الآن احنا في تساؤلات كثيرة. أنديتنا السعودية الآن احنا قلنا إيرادات ضعيفة صح؟ صحيح. الإيرادات احنا قاعدين نتكلم جد، عوائد النقل التلفزيوني ضعيفة على كل نادي، عوائد النقل أو رعاية الدوري ضعيفة جدا إلى الآن. يعني أحسن فريق ياخذ 6 مليون مش ولا شيء بالنسبة للنادي. في حاجة أهم من هذه كلها، وش أهم شيء في كرة القدم؟ المنتج نفسه. أهم شيء في كرة القدم الجمهور. إذا ما في جمهور ما عاد في كرة قدم، صح ولا لا؟ صحيح. تدري أنت الآن في آخر 5 سنوات يمكن تحسنت آخر سنتين بفضل ناديين فقط اللي هم الأهلي والاتحاد، لولا هالناديين كان دورينا غرق. يعني كان دورينا صار دوري أشباح، مع كل الاحترام والتقدير، دوري السعودي لولا جماهير الأهلي والنصر، جماهير الأهلي والاتحاد.